عندما نتحدث عن الصحة النفسية راك نتحدث عن سر فلسفة الوجود. الأصل في الصحة النفسية هو أن يشعر الإنسان بالتوازن النفسي، أن يشعر بأنه يعيش قمة التناغم مع ذاته ومع المجتمع، بل حتى مع الكون وعلى الطبيعة. أن الإنسان عندما يشعر بانفعال نفسي أو بضغط نفسي يتوجه عند طبيب متخصص ليستشير استشارة نفسية ليحدد له طبيعة الخلل النفسي. الإنسان اللي بغى يحافظ على الصحة ديالته وهذا هو عدم شي حاجة اللي كتعصبه يحيد منها، قال الأعصاب اللي كتحيد هذا نهربوا منها. هذه تكون حالة نفسية تتكون مزيانة، وأي حاجة من بعد ذاك الساعة كتجي. هذا هو اللي أنا في نظريتي على حسب التجربة ديالتي. يمكن لك ذاك الساعة تدرك أي حاجة، الرياضة، الماكلة، كل شيء. إذا كانت النفسية ديالتك ما مزياناش راه ما تقدر لا تاكل لا تركز على حتى حاجة. إذا كان مقتنع يمشي عند بسيكولوج يمشي، وما تحاولش تجر ذاك الشيء اللي كيجيب لك المشاكل عاود تعاودهم، تحاول تنساهم، طوي الصفحة وتبدا صفحة جديدة. نمشي عند الطبيب نحكي له شنو القصة اللي عندي مثلا، وندير معاه حصات ما فيها حتى شي حاجة. علاش كاين الطبيب أصلا؟ علاش هو قرا؟ يعني باش الانسان وقع عليه شي مشكل ولا هادي، فهمتيني؟ راه الانسان هاد الحياه هادي كتضغطك بزاف، راه واخا تكون نورمال حتى كتعيا، كتجي واحد الوقيته كتحس براسك صافي راه الفرخ يطير كما كيقولوا. علاش لا نمشي عند طبيب نفساني؟ ماشي مشكل لا ما قدرش نعالج راسي. واخا انا الحاجه الاولى نقول لك هو الانسان ما يضغطش راسو بزاف. اول حاجه النعاس بكري، ثاني حاجه الانسان يدير شويه لا مارش. الماكله بنادم ما ياكلش اي حاجه يعرف راسو شنو كياكل، ماكلة ديال الزنقة، وهادي بنادم كيجي الجوع كياكل أي حاجة، ياكل حاجة صحية، الخضرة، العصير، لا مارش، يبعد على قوة التفكير في الحاجات اللي فهمتي. كل حاجة عندها حل، كاين شي حاجة ما عندها حل. يحاول أنه يهتم بالصحة ديالو ويكون بخير.